الجميله ساعدنا على تطوير البرنامج. وبنرحب النهارده بالدكتور محمود البطل. يعني انا مش هقول حاجه على الدكتور محمود لان كلنا يعني اما قابلناه قبلا وعرفناه او قرانا له. يعني محمود قال انه قابلك على الورق كتير فاحنا مبسوطين خالص. يعني دي فرصه عظيمه ان هو معانا النهارده علشان خاطر نتشارك في الرؤى وايه اللي بيحصل هناك وايه اللي بيحصل عندنا، بحيث انه دايما نبقى قادرين ان احنا نكون بنطور من انفسنا ومن البرنامج علشان نسير يعني مسيره او ركب التغيرات الهائل اللي بيحصل في مجال تدريس اللغه العربيه الاجنبيه. اهلا يا محمود، اتفضل. صباح الخير. صباح الخير. انا سعيد جدا انه ارجع الى هنا مره ثانيه، يعني بعد فتره غياب. بعض الاشياء في حياتي مش ممكن نتخلص منها، يبدو انه هنا واحد لا كاسر انت مش قادر تتخلص منها. ولكن انا سعيد جدا بهذه الفرصه، واريد ان اشكر الدكتوره ايمان على هذه الدعوه، واشكركم على الحضور في يوم العطله الاسبوعيه. يعني اعتذر على التعدي على حق من حقوق الانسان، وهي العطله الاسبوعيه، ولكن ارجو ان تجدوا فيها ما يبرر حضوركم. طيب قبل ان نبدا، اريد ان اعرف الكثيرين ولكن اجهل البعض، فاذا كان ممكن نعمل جوله تعرف سريعه. نبدا مع حسام جلال بجاز. اهلا، وممكن تقول لي بتدرس مدرس استماع مع الدكتوره ايمان في كاسا؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. طبعا الاستاذه الكبيره ولا احنا عارفين من شرفين. يا اهلا. شاركت في تدريس الفصحى في مصر كويس. هنا في كاسا؟ يا اهلا وسهلا. انا سيدي هلال وبدرس في الاستاذ الاروي العربي. جميل جدا يا سعد. سمعي انا متصوف وما زلت متصوف. تصور. جميل، يا اهلا وسهلا. انا سيدي بدرس حاليا كاسا. يا اهلا وسهلا.